السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم جميعا. طبعا اليوم أهلا بكم من على منصة حروفيات لكتابة نص نكتبه مع بعض إن شاء الله حسب الإعلان الذي وضعه الإخوة في حروفيات. النص الذي سنكتبه هو الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، هذا النص الذي سنكتبه اليوم ونشرحه. أثناء الشرح أتمنى من الجميع أن يكون جاهز، ونبدأ معكم خطوة خطوة حتى أنني أكتب حرف ثم أقف قليلا حتى تكتبون، وأنتقل إلى الحرف الذي بعد حتى يكون يعني هناك مجال لأنكم تكتبوا معي إن شاء الله. الجميع جاهز؟ الكل جاهز؟ نبدأ إن شاء الله. يلا كل واحد يأخذ القلم الحبر وننطلق بإذن الله في كتابة هذا النص. وأهم شيء يكون عندكم ثقة، رغبة في الكتابة، وكل الأمور ستكون إن شاء الله جيدة، لا تخافوا، الخط أمره سهل إن شاء الله. الأفضل يكون قلم مقصوص أو مشطوف، ولكن إذا لا يوجد يعني بأي قلم لا بأس، المهم هو أن يكون هناك تفاعل في كتابة النص. طيب، أن نتعلم من كتابة النص أشياء. بسم الله. أولا، الذي لا يستطيع أن يكتب بدون خط يعمل سطر بالقلم الرصاص، ونبدأ الكتابة على هذا السطر. نشرح طريقة كتابة السطر مع الحرف وأين نضع الكتل في السطر. طيب، عندما نبدأ بكتابة حرف الألف في البداية نضع القلم بشكل مائل ليس بشكل مستقيم. هذا الجزء، هذا الاستقامة هنا، ولكن عند كتابة الألف أو الأحرف العمودية دائما نضعها متجهة إلى اليسار قليلا، هنا وليس هنا، واضح؟ ثم ننزل إلى هنا. يعني يكون ماذا؟ يكون هنا في فراغ بهذا الشكل. هذا بالنسبة لحرف الألف. وحرف الألف لا يكون بكل القلم، يعني حركة القلم تكون بهذا الشكل وليست بهذا الشكل، لأن لو وضعنا القلم بهذا الشكل سينزل معنا ماذا؟ عريض. ولو وضعنا بهذا الشكل أيضا سينزل معنا بهذا الشكل، نحيف جدا. فلذلك هذه هي الزاوية التي ننطلق منها في خط النسخ، هذه هي الزاوية بهذا الشكل هنا. نضع القلم هنا ثم ماذا؟ ثم ننزل. واضح بالنسبة للألف؟ طيب، نكتب حرف الألف. يقف حرف الألف على السطر بهذا الشكل. طبعا الليلة سأشرح عن يعني مع السطر وبدون سطر، لأن البعض ممكن يكون مبتدئ لا يفهم طريقة رص الكتل بدون سطر. سأشرح مع السطر حتى يتضح. السطر هنا، الألف يقف على السطر تماما. طيب، بهذا الشكل، واضح إلى هنا. ننتقل الآن إلى حرف اللام. حرف اللام يأتي من حرف الألف تماما، من أمامه، لأن اللام هو عبارة عن ألف. اللام، هذه الألف، اللام عبارة عن ألف مع إضافة هذا الجزء الذي في الأسفل، فأصل اللام هو ألف. لذلك ماذا نعمل؟ نكتب ألف. طبعا هذا الجزء الذي في الأعلى نسميه زلف أو حلية، الذي هو يشبه ماذا؟ النقطة، مثل النقطة، ومن أعلى بهذا الشكل، أو جزء بسيط جدا بهذا الشكل مائل قليلا ثم من أعلى ننزل بهذا الشكل، فتكون الزيادة على اليمين وليست على اليسار. هنا الزيادة،
البعض يكتبها بهذا الشكل ثم يأتي من المنتصف، فتكون هنا زيادة وهنا زيادة. لا، الزيادة فقط على اليمين هنا، يعني نضع بهذا الشكل ثم نأخذ بالقلم من هذا المكان وليس من منتصف، واضح؟ من هنا ثم ننزل بهذا الشكل، فتكون الزيادة هنا على اليمين. طيب، نضع الحلية أو الزلف بهذا الشكل، ثم الزلف مأخوذ من الطرف، يعني طرف الشيء، ثم ننزل إلى النص العين إلى الألف، قريب الألف، بينها وبين الألف جزء بسيط جدا. من هنا ستبدأ معنا حركة ماذا؟ حركة الدال. حركة الدال. طيب، ما هي حركة الدال؟ حركة الدال سأكتبها بلون آخر حتى تتضح. دائما الألف عندما نكتب لام ألف ثم لام اللي هو يشبه الألف مع حرف آخر، لا نأتي مباشرة بهذا الشكل، لام ثم ننطلق بهذا الشكل ونوجد هنا زاوية. في النسخ لا، يوجد هناك حركة تمهيد التي هي بهذا الشكل، نصل إلى هنا ثم نعمل هكذا بهذا الشكل. ضعوا معي هذه الحركة بهذا الشكل، واضح؟ عملنا اللام ثم ماذا؟ بهذه الحركة عملنا هذا الشكل. طيب، الآن من هذه الحركة من أين نضع القلم؟ نحن وضعنا هذه الحركة، الآن سنضع القلم من منتصف الحركة إلى خارج الحركة هنا، ونصعد من هنا، ليس من داخل الحركة. انظروا، ليس بهذا الشكل ثم نعمل هكذا ثم من الداخل، لا، هذا الشكل ثم نعمل الحركة هذه ثم من منتصفها نتحرك، واضح الآن؟ طيب، هذه الحركة تساوي مقدار نقطتين بهذا الشكل، بهذا الشكل مقدار فم القلم مرتين، ثم نقسم اللام هذه إلى ثلاثة أقسام. هاي ثلاثة أقسام، الدال يصعد إلى هذا القسم إلى هنا، واضح الآن؟ احنا عملنا هذه الحركة حركة تمهيد، ثم بعد ذلك نصعد بالقلم بهذا الشكل رأيتم إلى أين؟ ليس إلى الأعلى وليس أسفل، ثلث الحركة تماما هنا بهذا الشكل. طيب، الآن نفس الشيء، عندنا واحد اثنان ثلاثة، نقسم الدال ثلاثة أقسام، هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم، من هذا القسم تكون حركة الدال من الثلث الأخير، هنا تركنا ثلث في الأعلى، هنا نترك ثلث في الأسفل، واضح الآن؟ فماذا نعمل بهذا الشكل؟ لا نأتي نكتب الدال مباشرة، انظروا، نعمل هكذا ثم نأتي من هنا نكتب دال، لا، الدال يحتاج إلى نفس الحركة التي عملناها هنا، يعني أولا عندما تكون هكذا نضع حركة القلم في نفس هذا الاتجاه الذي عملناه هنا بهذا الشكل، ثم من بعد الحركة قليلا نأخذ حركة الدال، فيظهر معنا هنا ماذا؟ فراغ وحركة وصل مع الدال. هذه جمالية حرف الدال في هذا المكان، انظروا الفرق، فقط حركة بسيطة نضعها في هذا المكان. طيب، نضع هذه الحركة هنا بهذا الشكل بنفس هذا الميل، انظروا، نفس ميل الألف نفس ميل اللام بهذا الشكل، واضح الآن؟ نضع هذه الحركة ثم من منتصفها إلى هنا سيكون القلم، ثم نغير الحركة ونمشي بهذا الشكل،
واضح الآن؟ هذا الحركة من هنا إلى هنا هو نفسه من هنا إلى هنا، هذه نفس المسافة. وهذا الفراغ هنا هو نفسه هذا الفراغ هنا، هذه هي النسبة للحرف، هنا نفس الفراغ هنا، وهذه نفسها هذه. إلى هنا كل شيء واضح؟ طيب ننطلق إلى حرف العين، إلى حرف العين. طيب هنا انظروا ماذا صار هنا في ميل، لا أريد أدخل في تفاصيل كثيرة موضوع الميل، أنه معظم اللي يكتب. هنا عندنا ميل، هنا ميل، وهنا ميل، هنا ميل الدال، وهنا ستكون ميل العين. طيب سنضع حركة حاجب العين، كيفية رسم حاجب العين بهذا الشكل. نضع حركة القلم نفسها التي وضعناها هنا، نفس الميل تماما، ثم نتحرك إلى الجهة اليمنى بهذا الشكل حتى نصل هنا. نرفع القلم، انظروا كيف نرفع القلم بهذا الشكل، نترك زاويته حتى نصل هنا، نرفع القلم مع تدوير. واضح بهذا الشكل إلى هنا إن شاء الله واضح. طيب الآن هناك مسألة مهمة في حرف العين، وهي أن البعض عندما يكتب العين، دعوني أشرح لكم هنا، البعض عندما يكتب العين بهذا الشكل حتى يصل هنا ماذا يعمل؟ يضع، يرجع من هنا، انظروا من أين رجع، من طرف الحرف. الأصل في العين لا نعود من طرف الحرف. كيف لا نعود من طرف الحرف؟ يعني ماذا نعمل؟ نترك هذا الجزء فارغ، نعود من هنا، انظروا من أين، ليس من هنا، نترك هذا الجزء، انظروا من أين نعود، تركنا هذا الجزء كامل. واضح الآن؟ على شكل هلال، هذا على شكل هلال، ومن هنا على شكل هلال، ولكن ليس من طرف الحرف. انظروا من طرف الحرف كيف يصير، سأضع لكم هنا الحركتين بشكل واضح. انظروا هذه الحركة الأولى وهذه الحركة الثانية، هذه الحركة نفسها، ولكن لو رجعنا من طرف الحاجب انظروا كيف الشكل، ولو رجعنا من بعد طرف الحاجب انظروا كيف الشكل. واضح الفرق؟ نعم هي قريب من نهاية الراء، أحسنت، نهاية الراء شوية أطول بس نفس المبدأ يعني. واضح الآن ماذا عملنا؟ بهذا الشكل. طيب الآن سنضع القلم في نهاية الحركة تماما، هي طبعا لها أكثر من شكل هنا في هذا المكان. مثلا شوقي رحمه الله ماذا يعمل؟ أعطيكم فكرة فقط، شوقي رحمه الله بعد ما يعمل الحاجب بهذا الشكل يعود من هنا، ثم هنا لا ينزل مباشرة بهذا الشكل، لا يأخذ حركة قلم بسيطة بهذا الشكل ثم ينزل، يعني يأخذ هنا حركة أكثر من حركة الرجوع بهذا الشكل، يعني هكذا رأيتم هنا عنده شيء زائد بين الحاجب وبين هذه الحركة. مثلا عزة رحمه الله مباشرة من الحاجب ينزل بهذا الشكل، يعني لا يترك هنا في مجال يعني معين، فهنا فقط للتوضيح.
طبعا العين عندما يكون بعدها صاعد غير العين التي يكون بعدها باء، غير العين التي يكون عندها باء. مثلا العين التي عندها باء، أنا سأخذ القلم من هنا وأتجه إلى أين؟ إلى هنا، ثم أعمل حرف الباء بهذا الشكل هكذا. لكن العين الصاعدة لا نتجه إلى اليمين، العين الصاعدة شبه مستقيمة، النزول شبه مستقيم، يعني انظروا هذه الحركة أين ذهبت، لكن حركة العين الصاعدة أين ستكون؟ انظروا هنا، ليست هنا. طيب، الكثير عنده مشكلة أين؟ عندما يعمل هذه الحركة لا يعرف من أين يبدأ، من هنا، من هذا المكان لا يعرف من أين يبدأ. فهنا سنضع معلومات مهمة حتى يكون الخطاط عارف من أين يضع القلم. أولا، بين هذا النهاية وبين بداية الحركة الثانية لا تتعدى حركة فم القلم، هذه فقط، بين هذه الجزء وبين هذا الجزء لا تتعدى حركة فم القلم. طيب، بعدها هل هذا الجزء مدور بهذا الشكل أو مستقيم أم كيف شكله؟ الآن نأتي إلى الشكل. وهل يكون مقابل الحاجب تماما أم هناك زيادة؟ بعض الخطاطين يعمله مقابل الحاجب تماما، يعني لا يخرج العين الصاعد من الحاجب، هنا تكون فقط. شوقي يخرجها قليلا بمقدار جزم بهذا الشكل إلى هنا، يعني يخرج قليلا في الحركة، واضح؟ طيب، أولا من هذا الجزء أي ثلاثة أقسام؟ القسم الأول شبه مستقيم، هذا شبه مستقيم، ومن القسم الثاني والثالث يبدأ التدوير. طيب، أول قسم شبه مستقيم ثم يبدأ مرحلة التدوير. طيب، التدوير أين تقف؟ التدوير يقف في هذا الجزء، أمام هذا الجزء. عندما نصل إلى هذا المكان لازلنا في تدوير، وصلنا إلى هنا يجب نقف هنا أمام هذا الجزء تماما، هي تشبه حركة النون، نفس حركة النون، ثلثين ثلث بهذا الشكل. طيب، من بعد هذه الحركة تبدأ حركة استقامة الألف، بعد هذا الجزئين التي عملناها الآن نبدأ من هنا تغيير حركة القلم ونبدأ في استقامة ماذا؟ الألف بهذا الشكل. واضح من أين؟ انظروا، هذا جدا مهم. إلى هنا واضح؟ ننتقل إلى الحركة التي بعد. أنا أمشي بشكل بطيء جدا حتى الجميع يكتب. طيب، نعمل الهمزة تحتاج لها شرح، نتركها الآن. شرحها بهذا الشكل، هي إما هكذا، انظروا بهذا الشكل،
ثم نعود إلى هنا، ثم نأخذ من خارج الحركة إلى هنا أيضا. نجيب على الأسئلة بعد. نعم تختلف عن همسة الكاف. الأسئلة نجيب عليها بعد، يعني مثلا الأخ بيسأل لماذا هذه أطول من هذه، لأن هنا يوجد الألف النهائية لا توجد عليها حركة، ما في عليها حركة في الأعلى، بينما الألف هذه عليها حركة التي هي الوصل، وهنا حركة الشدة مع الضمة، وهنا حركة الفتح، فهذه تصل مع هذه، يعني هذا الألف مقابل لرأس الحركات وليس للألف هذه. واضح؟ سنشرح موضوع الحركات بعد إن شاء الله. الدعاء هو، طرق الآن إلى كلمة هو. طيب الآن حركة الهاء عندما نعملها ستقف على رأس ماذا؟ السطر، قبل السطر بقليل. وتكون رأس الهاء من هذا المكان له أكثر من شكل، هناك شكل هكذا، هناك شكل بهذا الشكل، بهذا الشكل، وهناك شكل آخر هكذا بدون أي حركة، وهناك شكل آخر استقامة ثم نزول. واضح كيف أشكالها؟ يعني زي المنقار، وهنا بدون أي شيء، وهنا حركة مثل النقطة مستقيمة ثم نزول. هذه كلها موجودة، تجدونها في أساليب الخطاطين موجودة. فسنستخدم حركة من هذه الحركات. بهذا الشكل. واضح؟ هذه أول حركة للهاء. طيب بعد ما نعمل هذه الحركة لا نأتي مباشرة نعمل الحركة الثانية، لا، مثل ما قلنا نحتاج دائما بين الحركات إلى أن تكون هناك ماذا؟ حركة وصل. هذه جدا مهمة في خط النسخ، حركة وصل، يعني نعمل بفم القلم بهذا الشكل ثم ننطلق من بعد هذه الحركة أو من منتصفها بهذا الشكل. واضح؟ احنا وصلنا إلى هنا، نعمل هذه الحركة من هنا مباشرة. انظروا معي الآن، لأن عندنا مثل المربع، هنشتغل داخل هذا المربع. الحركة الثانية ستأتي بهذا الشكل وتخرج قليلا من هنا بهذا الشكل، بسيط جدا من هذا المكان، بهذا الشكل. طبعا لا يكتب بكل القلم، بأجزاء من القلم مع دوران بسيط هنا، ليس بشكل مستقيم، دوران بسيط إلى الداخل ثم إلى الخارج قليلا. وهنا مثل العين، يبقى فقط حركة فم القلم فراغ في هذا المكان. الحركة التي ستأتي الآن هي من أهم حركات الهاء، وهي عندما نأخذ حركة منتصف الفاء أو الفاء الوسطى. انظروا، سنبدأ من هنا ويجب أن ندخل إلى أن نصل داخل هذه الحركة، ليس من هنا، ليس من الأسفل. انظروا كيف الفرق، سأكتب لكم هنا، البعض يكتب دال بهذا الشكل ثم يأتي هنا بهذا الشكل ثم ماذا يعمل؟ يأتي هنا. انظروا
فيعمل ماذا؟ ينتج عرضين للقلم، عرض لهذه الحركة وعرض لهذه الحركة. الأصل هذه الحركة تدخل ضمن هذه الحركة في الداخل، فينتج لنا عرض واحد فقط. طيب ماذا نعمل الآن؟ انظروا، رأيتم أين؟ دخلنا إلى داخل الحركة. الآن الخروج، نخرج إلى منتصف الحركة بين هذه وبين هذه، هذا البياض نذهب إلى منتصفه، نلامس منتصفه تماما. بهذا الشكل عكس الثلث. طبعا الثلث نقف قبل والحركة تكون قبل، بينما في النسخ لا، أولا نلامس الحركة ثم الحركة التي بعد ستأتي من داخل الحركة هذه كاملة وليس من خارجها، من داخلها كاملة. لماذا؟ بحيث تنتج لنا زاوية، هنا زاوية عندنا وهنا زاوية، بقي لنا هنا زاوية وهنا زاوية، والذي سينتج هذه الزاوية وهذه الزاوية هي هذه الحركة. انظروا، هي ستنتج لنا هذه الزاوية وهذه الزاوية، الآن عندنا أربع زوايا تماما، فتصير بهذا الشكل. انظروا كيف نضع القلم هنا، بهذا الشكل. ماذا صار معنا هنا؟ واضح، زاوية مقابل زاوية، زاوية مقابل زاوية تماما. طيب هنا أيضا بعد حركة الهاء، بعد حركة الهاء عندنا الواو، عندما يأتي بعد الهاء أو بعد أي حرف مثلا باء واو بهذا الشكل، نضع الواو هنا. لماذا؟ لأن هذا المكان سيأخذ نفس حجم الواو، هنا نفس رأس الواو، يبقى الفراغ الذي في الذي قبل، تمام؟ بينما في الثلث لا، في الثلث الحركة التي قبل الواو هي عبارة عن حركة قلم، قطة قلم فقط، قطة قلم فقط. يعني مثلا لو كتبنا بالثلث باء مع الواو، هنا فقط حركة قلم، أنا صارت عندي ضيق أكثر، حركة قلم هنا فقط وليس شكل واو. بينما في النسخ هذه الحركة تساوي حركة رأس الواو، كذلك هنا في الثلث الحركة التي هنا أو المسافة التي هنا تكون نصفها للواو ونصفها فراغ، نصفها واو ونصفها فراغ. فتكون هنا ماذا؟ هذه، هذا الفراغ يساوي رأس الواو. في نهاية الواو هنا يكون في تدوير بسيط وليس مستقيم. في المقاسات الصغيرة يختلف الأمر، في المقاسات الصغيرة الأمر يختلف شوية. يعني مثلا عفوا أخذ حبر آخر، مثلا لو كتبنا في المقاس الصغير الواو سيكون قريب من هذا الشكل، يعني هنا شبه مستقيم ثم دوران، بينما في كلما كبر المقاس قليلا تظهر هذه الحركة، يعني بهذا الشكل الواو إلى هنا ثم حركة متغيرة بهذا الشكل، ثم من هذه الحركة نذهب إلى الواو، يكون هنا ماذا؟ في شبه تدوير في هذا المكان. واضح الآن؟ طيب من هنا بعد ما عملنا هذه الحركة إلى هنا، خرجنا بسيط جدا، ليس مثل الثلث يوجد فيها خروج ثم لا، هذه فقط نذهب إلى هنا، نخرج بمقدار الجزم اللي هو يعني فقط علامة الخروج، نعرف أين هي بالضبط، ثم نبدأ بكتابة الواو. طبعا الواو له مدارس، إما يكون نفس حجم رأس الواو
وإما أكبر منه قليلا بهذا الشكل. نضع القلم هنا ثم نبدأ بشكل مستقيم قليلا حتى نبدأ ماذا؟ نخرج من هذا المكان. خرجنا من هذا المكان يبدأ شوية تدوير مع ترك القلم بهذا الشكل، ثم من هنا ندور. انظروا كيف، لكن الجزء الذي في الأسفل ليس به تدوير. انظروا الجزء الذي في الأسفل مستقيم بهذا الشكل ليس به تدوير، ليس مثل هذا الشكل. انظروا لو انتهينا بهذا الشكل وعملنا تدوير هنا ثم تدوير هنا، انظروا كيف سيظهر الراء. رأيتم؟ من الأسفل مستقيم ومن الأعلى تدوير، هكذا يظهر نهاية الواو، تظهر بهذا الشكل. تدوير ثم استقامة. طيب، هذا بالنسبة لكتابة كلمة هو. الآن نأتي لكتابة كلمة العبادة. نكتب كلمة العبادة في الأسفل، إنه في الأعلى لا يوجد فراغ ضيق. نضع الألف أولا مثل ما عملنا في كلمة الدعاء. نضع الألف ثم نضع اللام نفس الحركة اللي اتفقنا عليها، الزلف أو الحلية. قبل أن نصل إلى النهاية بجزء بسيط نترك هذا الفراغ الذي هو ماذا قلنا، الذي هو حركة الوصل في خط النسخ، حركة الوصل في خط النسخ. هنا حركة الوصل تكون بهذا الشكل للانتقال إلى حرف العين بهذا الشكل أو أي حرف آخر. هنا حركة الوصل هذه مهمة. ثم بعد هذا ننتقل إلى حرف العين. بهذا الشكل. بهذا الشكل. طيب، انظروا معي هنا شيء مهم جدا في هذا المكان. هنا الفراغ الذي في هذا المكان في هذا المكان. عندما نعمل حرف العين نأتي من بعد هذه الحركة قليلا من هذا المكان حتى يظهر معنا الجزء الأخير من حرف العين. طيب، الآن نأتي إلى الحركة الثانية من حرف العين. الحركة الثانية من حرف العين ليس بها نزول بهذا الشكل هكذا إلى الأسفل لحتى تظهر معنا في الأخير. البعض يكتبها، انظروا كيف تظهر بالأخير بهذا الشكل. لا، هي شبه مستقيمة، فيها في آخرها نزول بسيط في الأخير فقط، وليس كل العين بها نزول بهذا الشكل. فماذا نعمل؟ انظروا كيف نأتي إلى هنا ثم نذهب بشكل شبه مستقيم، ثم آخر شيء نبدأ ماذا؟ نزول في هذا المكان فقط يبدأ النزول، وإلا هي ماذا؟ شبه مستقيم، وهنا مكان نزول. طيب، الآن هنا من ضمن الأخطاء الموجودة كثيرا في التمارين بحكم يعني عندنا طلاب كثير في المركز، وأكثر الأخطاء التي أجدها مع الطلاب خاصة عندما يكتبون حرف العين وصل العين يقعون في خطأ أنهم يرجعون إلى هذا المكان ثم يخرجون من هنا بهذا الشكل. واضح؟ يعني يرجعون إلى هذا المكان ثم مباشرة يعني بدون حركة أخرى. وهنا نعمل خروج بسيط جدا في رجوع يشبه ماذا؟ يشبه حركة الياء، كأننا نريد نكتب حركة الياء هذه بسيطة يعني بهذا الشكل.
أعملها بالأسود حتى تتضح. رأيتم كيف؟ ثم نغير القلم بهذا الشكل، لا يكون هكذا، نغير بهذا الشكل. ثم انظروا بهذا الشكل، يعني فيها حركة كسر بسيطة ثم خروج. حتى نصل أين؟ هذا المكان. وصلنا إلى هذا المكان، الآن نغير الحركة العكسية للباء، ولا تكون طبعا بكل القلم، هي بأجزاء من القلم. نقف فيها هنا في هذا المكان، واضح الآن؟ الآن الحركة التي بعد، نضع حركة القلم هنا بهذا الشكل. لماذا؟ لأن أنا أريد أمد مثلا، أعمل مد، أمد هنا، فتكون بارزة حركة النبرة، تكون بارزة. أما إذا ما أريد المد فالحركة لا تكون بارزة، تكون بهذا الشكل. مثلا قررت هنا عدم المد، فأنا لا أحتاج أن أعمل بروز للحركة، سأستخدم هذا الشكل. انظروا كيف، بدون أن تظهر هذه الحركة هنا، تكون حركة مخفية لينة في هذا المكان. أما إذا أردت المد فهنا لازم تكون بارزة. طبعا على حسب حجم القلم يكتب خط النسخ، مرة يكتب بكل القلم، مرة بأجزاء من القلم، على حسب حجم القلم. كلما كبر حجم القلم كلما قلت مسألة الكتابة بأجزاء من القلم. طيب، نحن ارتفعنا إلى أن نصل إلى هذا المكان، نفس المكان هذا الذي تكلمنا عنه، ثم من هنا نبدأ بكتابة الألف. ومثل ما قلنا هناك، الألف هذه أطول من هذه الألف بسبب الحركات الموجودة هنا، وأيضا بسبب وجود الحركات الطويلة. هو العبادة. فتكون هذه مقابل لهذه الأجزاء وليس للألفات. المد متعلق بالفراغ، الحركات التي في الأعلى، أي حركات موجودة في الأعلى. إذا هناك مد فالمد ما في مشكلة، يعني إذا فتحة طويلة. طيب، نأتي الآن إلى حركة ماذا؟ الدال. نضع نفس حركة الهاء التي قبل قليل، ثم ننزل إلى هنا، ونستخدم دائما هذه الحركة اللي هي حركة الوصل، ثم منها نخرج قليلا من رأس الدال، خروج قليلا من رأس الدال. وهنا في حركة ارتفاع بسيط وحركة نزول بسيطة، وهي تشبه ماذا؟ تشبه حركة اللام ألف تماما. لو أردنا نكتب لام ألف ستكون بهذا الشكل. طيب، حركة التاء المربوطة المفردة، التاء المفردة المربوطة هي بهذا الشكل. هذه شبه مستقيم، هذه شبه مستقيم، فيها تدوير بسيط جدا لكن شبه استقامة. ثم إلى الخارج وليس إلى الأمام، خارجها قليلا بهذا الشكل. ثم
ثم نعود بشكل مايل، اللي هو نفس ميل خط النسخ. وهذه أيضا تشبه حركة اللام ألف المعقودة الأخرى. ثم حركة النقاط، طبعا حركة النقاط بالقلم الكبير في خط النسخ تكتب قريب من خط الثلث بهذا الشكل، ليس بها حركة الليونة. حركة الليونة في الأقلام الصغيرة بهذا الشكل. يظهر مع القلم الكبير، فالقلم الكبير يكون أخف، هذه تكون أخف. واضح الآن؟ سأترك قليلا العبارة الذي لم يكتب بعد يكتب، وبعد هذا إن شاء الله نغلق البث وننتظر تمارينكم على صفحة حروفيات إن شاء الله. ننتظر إن شاء الله تمارينكم على صفحة حروفيات. إن شاء الله نرى كتابات جميلة أجمل مما هو موجود أمامكم إن شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيكم وبالتوفيق، وشكرا للإخوة في حروفيات على إتاحة هذه الفرصة، وشكرا للإخوة جميعا على المتابعة. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يوفقكم ويعينكم ويسهل لكم طريق الخط ويفتح لكم من فضله إن شاء الله، إنه على ما يشاء قدير. في أمان الله.